جنكيز خان هو مؤسس وإمبراطور الإمبراطورية المغولية، والتي اعتبرت أضخم إمبراطورية في التاريخ ككتلة واحدة. يعرف بالسفاح الذي دق أعناق الملايين من سكان البلاد التي احتلها، وقد ارتكب مجازرا كبيرة بحق المسلمين. هو شخص سفاك للدماء، وكان قائدا عسكريا شديد البأس. اتسعت مملكته حتى بلغت حدودها من كوريا شرقا إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربا، ومن سهول سيبيريا شمالا إلى بحر الصين جنوبا، أي أنها كانت تضم من دول العالم حاليا الصين ومنغوليا وفيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء من سيبيريا، إلى جانب مملكة لاوس ومينمار ونيبال وبوتان. في هذه الصفحة السوداء من التاريخ سنعود معكم إلى القرون الوسطى. جنكيز خان كلمة تعني قاهر العالم، أو ملك ملوك العالم، أو القوي حسب الترجمات المختلفة للغة المنغولية. اسمه الأصلي تيموجين. ولد تيموجين بين عامي 1155 و 1162 في منطقة ديلون بولدو بالقرب من جبل بوخان خلدون ونهري آنون وكيرولين، بمنطقة ليست بعيدة عن العاصمة أولام باتور. كان أبوه يوزجي غائبا وقت ولادته، إذ كان يقاتل التتار، وقتل زعيما لهم اسمه تيموجين. وعندما عاد مظفرا وجد أن زوجته أنجبت له ابنا، وحينما فحص الطفل وجد أن بداخل قبضة يده قطعة من الدم، فتيمن بأن ذلك نتيجة نصره على عدوه، فأطلق عليه اسم تيموجين. وقد ذكر كتاب التاريخ السري للمغول أن تيموجين ولد وبقبضته كتلة دم، وهي علامة تقليدية تدل على أن قدره أن يصبح قائدا عظيما وفقا للمعتقدات المغولية. لم يسجل التاريخ عن سنوات حياة تيموجين الأولى سوى القليل بسبب ندرة السجلات المكتوبة المعاصرة له، وإن كان هناك بعضا من المعلومات الواقعية والتي تعطي تفاصيلا عن تلك السنوات، ولكن تبقى تلك المصادر القليلة محل نزاع. لدى تيموجين ثلاث إخوة من أمه، وهم جوجي قيصار وقاجيون وأخت اسمها تيمولين. أما إخوته من أبيه فهم بختير وبلكوتي. وكما هي أوضاع الكثير من قبائل المغول، فإن بداية حياة تيموجين كانت قاسية، حيث جهز له والده زوجة وأخذه في سن التاسعة إلى العشيرة التي بها زوجة المستقبل والتي تدعى بورتا، وهي تابعة لقبيلة أونجيرات. بقي تيموجين هناك في خدمة والد زوجته داي سيجين حتى بلوغه 12 عاما من عمره، وهو سن الزواج لدى القبائل المغولية. أما والده فقد مات عند مروره على أعدائه التتار المجاورين لقبيلته في طريق عودته إلى الديار، حيث قدموا له طعاما مسموما فمات من فوره. وكان ذلك سنة 570 للهجرة الموافق لعام 1175 من الميلاد، وما إن وصل الخبر لتيموجين حتى عاد إلى أهله مطالبا بمنصب والده كونه الوريث الشرعي لرئاسة قبيلته. وكان عمره آنذاك 13 عاما، ولكن القبيلة رفضت الدخول في طاعته بسبب صغر سنه، فانقضت القبيلة على أولين وهي أم تيموجين، وتركوهم بدون حماية. آلت حياة أولين وأطفالها لعدة سنوات إلى بؤس مدقع، ولكي يستمروا في الحياة فقد اقتاتوا على الثمار البرية وما يصطاده تيموجين وإخوته من الأسماك والحيوانات. وفي إحدى رحلات الصيد أزهق تيموجين روح أخاه غير الشقيق بختير بسبب الخلاف حول غنائم الصيد، وتدل تلك الحادثة الأليمة على ما كانت تعانيه تلك الأسرة من البؤس وشغف العيش وما تكابده من الآلام والجوع والحرمان. وفي عام 1182 تعرض للأسر على يد زعيم قبيلة التايجيت حلفاء والده السابقون، فحبسوه عندهم واستعبدوه، ولكنه تمكن من الهرب بمساعدة أحد الحراس المتعاطفين معه، والذي أصبح والد أحد قواده في المستقبل وهو تشيلاو. وبسبب هروبه من التايجيت اشتهر وانتشر اسمه بسرعة بين القبائل.
كبر تيموجين وهو يراقب المناخ السياسي المعقد في منغوليا، والذي اشتمل على الحروب القبلية والسرقات والغارات والفساد واستمرار أعمال الانتقام التي تجري بين تلك التحالفات. وتعلم تيموجين من والدته أولين العديد من الدروس حول عدم استقرار مناخ منغوليا السياسي، خاصة أن هناك حاجة ملحة للتحالفات. فاضطر تيموجين إلى الدخول في تبعية حليف والده السابق وانغ طغرل خان زعيم الكرايت للاحتماء به. بدأ صعود تيموجين البطيء نحو السلطة، حيث قدم نفسه حليفا لزعيم قبيلة الكرايت المهاب طغرل صديق والده العزيز، وتسمى تلك الصداقة بإخوة الدم. وقد قويت تلك العلاقة عندما خطف الميركيتيون بورتا زوجة تيموجين، فطلب تيموجين مساعدته فاستجاب له بإعطائه 200,000 مقاتل، فحقق أول انتصار له على الميركت. وبعد أن استتب الأمر لجينكيز خان اتجه إلى إصلاح شؤونه الداخلية، فأنشأ مجلسا للحكم يسمى كرويل تاي سنة 1206 للميلاد، وقام تيموجين بتعيين أصدقائه المقربين قادة في جيشه، كما قام بتقسيم قواته وفق الترتيب 20 إلى وحدات تتألف من فرق تضم كل فرقة منها عددا محددا من الأشخاص. فكانت وحدة الأربان تتألف من فرقة تضم 10 أشخاص، ووحدة الياغون تتألف كل فرقة منها من 100 شخص، والمنغان من 1,000 شخص، ووحدة التومين المرعبة من 10,000 شخص. كما أسس فرقة الحرس الإمبراطوري وقسمها إلى قسمين، الحراس النهاريون والحراس الليليون. وواصل تيموجين خطته في التوسع على حساب جيرانه، فبسط سيطرته على منطقة شاسعة من إقليم منغوليا تمتد حتى صحراء جوبي حيث قبائل التتار، ثم دخل في صراع مع حليفه رئيس قبيلة الكرايت. وكانت العلاقة قد ساءت بينهما بسبب الدسائس والوشيات، وتوجس أونغ خان زعيم الكرايت من تنامي قوة تيموجين وازدياد نفوذه، فانقلب حلفاء الأمس إلى أعداء وخصوم واحتكما إلى السيف. وكان الظفر في صالح تيموجين سنة 1203، فاستولى على عاصمة قراقور وجعلها قاعدة لملكه، وأصبح تيموجين بعد انتصاره أقوى شخصية مغولية، فنودي بالخاقان وعرف باسم جينكيز خان أي إمبراطور العالم. وبعد ذلك قضى 3 سنوات من عمره بتوطيد سلطانه والسيطرة على المناطق التي يسكنها المغول، حتى تمكن من توحيد منغوليا بأكملها تحت سلطانه، وأدخل في طاعته الأويغوريون، وهم من بين المقاتلين الأكثر وحشية في التاريخ. وبعدها امتد تيموجين إلى العالم وقال عن نفسه: أنا عقاب الله، فانظر ماذا فعلت حتى أرسلني عليك.